ما مي فقره لهليه تبسط لكم حتى تمد لكم لونفي باش نوضوا توجدوا هذيك الواتساب باسكو فراكسيون سكوند 30 سكوند من خلالها نلخصوا وجبه يعني تاع العشيه تاع وقت القهوه تاع دوك فريمون سي حاجه مليحه. وهذه الفقره تاع فقره لهليه راح تكون معكم خطين في الاسبوع العشاق تاع الطبخ عشاق الطبخ وسيرتو برنامج كوفي تايم نلقاو يعني جمهور عريض بما فيه المراه الماكله بالبيت. لكن برنامج كوفي تايم كيما توجو عودناكم كاين سؤال تتفاعلوا معاه بمكالمات هاتفيه اللي راح تتواصلوا معنا عبر الارقام اللي راح تظهر لكم اسفل الشاشه. نقول لكم اتصلوا معنا على 023 70 92 94 باش تجاوبوا على السؤال التفاعلي اللي هو مواضيع تقترحونها في الموسم الجديد لبرنامج كوفي تايم. دونك ياسر اي واحد يعيط لنا يقول لنا واش من موضوع حابين تطرقوا ليه معنا. ماذا بينا الجمهور الواسع اللي تابعنا من 48 ولاية انهم يطرحوا انشغالاتهم المواضيع اللي حابين نتطرقوا لها سواء كانت على الجانب الشخصي ولا على الجانب المهني. لازم دائما نفيد المشاهد الكريم بما ان برنامج يومي فيه تفاعلي وخدماتي ايضا من خلال برنامج كوفي تايم كما عودناكم دائما راح نستقبلوا اتصالاتكم الهاتفيه اللي راح تكون عبر الرقم 023 70 92 94. عيطوا كتفوا اتصالاتكم رايحين نستقبلوها بصدر رحب. اكيد كما نعاود نذكركم بالرقم ما بين لكم اسفل الشاشه 23 70 92 94 راح نستقبلوا اتصالاتكم عبر هذا الرقم لانه راح يكونوا معنا ان شاء الله في ايام مقبله بما انه البرنامج راح يكون معكم ثلاث ست مرات في الاسبوع راح يكونوا اما مختصين اجتماعيين ولا حتى نفسيين باش نطرقوا المواضيع عائليه اجتماعيه ولا حتى مواضيع تتعلق بالطفل ياسر يعني كل ما يخص الجمهور الجزائري ولا كل ما يخص العائله الجزائريه راح نطرقوا عليه في حتى الطفل عنده نصيب واحنا ماذا بينا الاطفال في الشبكه البرامجيه لقناه شروق لهذه السنه رايحه تكون فيها امور مخصصه للطفل وكذلك احنا من خلال برنامج كوفي تايم لانه فئه الاطفال لازم نراعيوا حقوقها اكيد رايحين نجيبوا مواضيع اللي تهم الاطفال وتهم كذلك العائله. تخي بيان. عاودوا نذكروا بالرقم من الرئيس فضلك. عاودوا نذكروا بالرقم اللي هو 023 70 92 94 اللي راهو ظاهر اسفل الشاشه. تخي بيان راح يتواصلوا معنا على هذا الرقم عيطوا اقترحوا اي موضوع يجيكم ولا حتى رحبوا بياسر المتالق النجم باش يفرح ياسر كل ما يطلع له المغالي يزيد يقدم مليح. لا لا النجمه انتي هي اللي شكرا شكرا لك نساء اولا باسكو احنا ديما لازم نبريفيريو النساء قبل. تخي بيان نروحوا لفقره ترندينغ هكذا منال نحكيو لهم على فقرة اتصالات يلا نحدثوكم شوية مشاهدينا الكرام على الفقرات اللي رايحة تكون من خلال هذا البرنامج كوفي تايم في هذا الموسم بحلته الجديدة وبطقمه الجديد. رايحة تكون فقرة تهتم بكل أخبار مواقع التواصل الاجتماعي اللي سميناها ترندينغ. رايحة تكون فقرة اللي سميناها زوم تايم اللي من خلالها رايحين نكلموا دائما شخصية مشهوره اون سيليبريتي معروفه اللي تكون دارجه في اللي عندها تكون عندها جمهور اللي يكون عندها قاعده جماهيريه يعني باش تحدث معنا هذه زوم تايم وسيني بوك سيني بوك اللي من خلالها وحافظ الدرس رايحين نجيبوا كتاب نطرحوا لكم كتاب نعطيكم الملخص تاعو حتى نشجعوا المشاهد الجزائري على القراءه وكذلك السينما راح يكون لها دور ونصيب من خلال سيني بوك سميناها سيني بوك معناتها سينما وكتاب كتابات اصدارات جديده كتابات نقترحهم عليكم باش تقراوهم وكذلك افلام اللي رايحين نتكلموا عليها اكيد واللي الجمهور الجزائري خاصة انه السينما شويه ناقصه في المجتمع تاعنا لكن احنا من خلال هذا البرنامج حبينا نروجوا لبعض الافلام ولا حتى نتقاسموا مع بعضنا دي فيلم ولا باش نبقاو توجور على تواصل مع الجمهور ياسير. لانه السينما الجزائريه محتاجه انه الناس تكون عندها ثقافه سينما أكيد. ثقافه السينما اللي هي حبينا ولا كرهنا راهي ناقصه شويه هنا عند الجزائريين يقولوا باللي عندها جمهورها ماشي ما عندها جمهورها لكن جمهورها قليل وماذا بينا نوسعوا ثقافه السينما حتى تعم عند مختلف الجزائريين في ربوع الوطن
بكري كنا نعرفوا انه كانوا يدخلوا قاعات السينما، بصح هذوك ما ولاش عندهم اقبال كبير على قاعات السينما. تخي بيان صح سي فري، كما كانش اقبال كبير، والثاني المجتمع الجزائري وخاصه الشباب، ان شاء الله تقنعوني بالعكس، ان شاء الله الشباب تاعنا عاد برونشي بوكو بلوس تيليفون، يعني حتى عاد ميم يكون ان فيلم يقول لك نتفرجوا في نتفليكس ولا في تليفون ساتوفي، يعني ما يتنقلش لقاعه السينما، مع انه قاعه السينما كي تروح راح تقاسم هذاك لو فيلم مع العديد من الناس، مع يعني راح يكونوا مشاهد قويه راح تتقاسمها مع هذاك الجمهور اللي راه حاضر في القاعه. يلا احنا مشاهدينا الكرام مادام حضرنا لكم قلنا لكم سيني بوك، يلا راح نتحدثوا على سيني بوك، فقره سيني بوك لونسيوها ونعاودوا نرجعوا لكم بعد هذا الجينجل. عاود لكم مشاهدينا لو هذا لو فيلم اليوبوليس اللي راهو من اخراج المتالق جعفر قاسم، وهو فيلم ثوري تفاصيله اكثر مع الفنان ياسر. اكيد هذا الفيلم ثوري اللي يحاكي احداث 8 مايو 1945، الفيلم اللي دام مده تصويره حوالي 9 سنوات، وهذا ليس بالامر الهين. المخرج جعفر قاسم اللي عودنا على تحدياته شفنا من خلال هذا الومضه الترويجيه اللي ولا كما نسميوها لو بون دانونس، مشاهد قويه، صوت، دقه في الصوره، صوره جوده عاليه. هذا ما رانا نحوسوا عليه في السينما الجزائريه حاليا، نحوسوا على دي برودوي اللي يروحوا لدي فيستيفال انترناسيونال، ونعرفوا انه بري سيليكسيوني للفيستيفال دو كان، يعني رايح ربما راح يكون في الاوسكار ل ان شاء الله ونتمناه، يعني هذا يبقى فخر للجزائر لانه عندنا كمان مده كبيره انه الجزائر ما شاركتش في مثل هكذا مهرجانات خاصه في المجال السينمائي. اكيد، وانا حبيت نعرج على نقاط مهمه الممثلين اللي لعبوا في هذا الفيلم. عزيز بكروني لعب في دور بطولي، كذلك مراد اوجيت، ووجوه شبانيه جزائري، عبد الحق زرقان كذلك، وسيله معلم شفناها ايضا في الفيلم، سهيلة معلم، سهيلة معلم وسيلة عجبتني ساعتها، كنت راح نقول سهيلة بالجهب على فيغ. سهيلة معلم كذلك اللي لعبت دور مهم ومهم جدا. احنا ماذا بينا من خلال هذه الافلام ان نوصلوا الثقافة الجزائرية، ولا نوصلوا المجتمع الجزائري كيفاش عاش الثورة تاعو اللي حرر من خلالها الجزائر بعد 130 سنة من الاستعمار، وهذا شيء جميل. نتمنى انه الفيلم يرى النور بعد ما تم الغاء لافون بريمير اللي كانت من المفروض انها تكون قبل يومين، لكن للاسف لظروف الكورونا وتزايد نسبة الكورونا ما لازمناش ننسى زهرة انه الكورونا راهي دايرة حالها وراهي راهي في تزايد، ومنها نقولوا لكامل المشاهدين الكرام او في قناة شروق اللي راهم يتبعوا فينا الحين في برنامج كوفي تايم، خذوا حذركم بزاف، اسيوا ما تلاصقوش، تباعدوا، ديروا التباعد الاجتماعي للبوابات تاعكم، ما تكثروش الزيارات العائليه، ما تكثروش الاختلاط، حتى ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء يا رب العالمين. ان شاء الله يا ربي، وثاني دائما رانا في انتظار اتصالاتكم، ضغط كبير على رقم 023 70 92 94، دونك بقاو تواصلوا معنا حتى باش تشاركوا معنا في هذه الفتره الاولى من البرنامج اللي نستقبلوا فيها كل اتصالاتكم. سيدي انا راني مخلوع لاول مره، ما الاتصالات ماهيش ما على باليش اسكو مازال ما حفظوش النيميرو ولا راهم ما عندهمش ليزينيتي، ما عندكمش ليزينيتي نتفليكس يقول لكم يا سيدي عيطوا برك كتبوا اتصالاتكم، بالك مازال ما وقفتوش بالنيميرو، لا المهم حفظوا النيميرو اللي هو 023 70 92 94، وعيطوا لنا كثروا اتصالاتكم حتى نتفاعلوا معكم ونستقبلوا ارائكم وانطباعاتكم في مختلف المواضيع اللي حابين. إذا ياسر معنا أول ضيف في فقرة في أول فترة من برنامج كوفي تايم اللي هو الشيف هشام اللي دوك راح نحكي لكم عليه أكثر. أهلا بك شيف هشام. تفضل شيف هشام. أهلا خويا ياسر، الخير، مرحبا بك، شراكم. أهلا، شكرا لك. علاش الكورونا ما نقدروش نسلموا ما البنيان اللي هكذا من بعيد هكذا بالبلوتوث بقوة حبي البرنامج، قالوا شاف جبت لكم الشاف اللي راح يطلع لكم في البرنامج اللي هو شاف هشام اللي راح تكون يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس. تخي بيان، ثلاثاء اربعاء خميس، دونك اكيد راح يكون عندك جمهور عارض في البرنامج، اختكم جمهور برنامج قالوا شاف يرحب بزاف بالوجود الجديد.
تفضل. مرحبا. هشام شاف هشام قاصدي اسم ديرو قاصدي على جال البلديه تاعي كانت بكري وسمع قاصدي قال لي كنت راح نقول لك ديرك تهمو علاش جوستومون بزاف يسقسوني يقولوا لي علاش قاصدي علاه قاصدي باسكو علاش نهار اللي فتحت انا لاباج تاعي قال لك زيد لها اسم زدت لها قاصدي قاصدي معناتها قاصدي كليون بكري بوسمعي وسمع قاصدي كليون زدت لها اسم اختصرت الاسم درت شاف هشام قاصدي باش نكون ديفيرون على اللي شاف عند اخرين جميل انه يسمي نعرفوا انه الفنانين يسميوا انفسهم الاسم الفني هو يكون اسمه حاجه ويسمي الاسم تاعو حاجه بصح انت حاجه مليحه ثاني انه تسمي نفسك في المجال الاختصاص تاعك اختصاص قصدي على جال البلديه تاعي كانت قصدي هذه هي الاسم تاعي هذا هو اول ظهور لك في قناه شروق اول ظهور لي في قناه ان شاء الله شوف انا مدابيا برنامج جيعان ماشي غير ماشي كيستيون الجوع انا مدابيا تعطيني الحصري واش رايح طيب اول طبق في الوجه اول طبق خليه هما لي شافي ديسيديو جينيرالمون لا فاي خليه سوربريز يلا نقول لك دوك حتى يشوف ما تقدرش تعرف باسكو دير كاباب دير ديسيدي انت بلا هكذا ومن بعد منك غدوه ديرو هكذا اكيد عرفتي شنو فوالا تري بيان دونك في الو شيف على بالي بلي لي شيف يطيبوا سولو واش طيبت معاك الشيف ناديه اللي نحبها بزاف ونهدي نوجه لها تحيه شيف ناديه دونك تشوف هي باغ اكزومبل واش طيبت في لي بروميي جور باش يكون تناسق وتكمل انت لا فان سيمين فوالا راني متفاهم معاها باش ما نطيحوش في روسات وحده فوالا نشوف انا في الطرواجور تاعها واش تخدم ومن بعد انا في الطرواجور تاعي واش نخدم لازم يكون اتصال انا وياها حتى يكون تنوع في الوصفات باش هي دير وصفات هكذا وانا ندير وصفات دونك انت فاش متخصص يعني لو بوان فور تاعك في الحوت الحوت باسكو تكون بلديه صارخ صارخ من برنامج عروسه انا ثاني تجي لبوسماعيل كيكدا انت ثاني كيكدا مروحوا عنده نروحوا ارواحوا يا ياسر مرحبا بك مرحبا بك شوف ما تعرضنيش انا باسكو نجي وراح نسكن لا ارواحوا يا مرحبا بك ارواح الله يتهلا فيك ما من لهنا يا ديجا انتم كي تخدموا الحصه تاعكم ديجا تكون الحصه ميرسي بوكو شكرا لك راح نربطوها نديروا الو شاف نديروا شغل ريبريك ندخلوها نديروا بون هكا نقعدوا بون دير بون الو شاف مع الكوفي تايم تري بيان ان شاء الله وحنا ماذا بينا انه برنامج الو شاف ايضا يكون يلبي اذواق مختلف الجزائريين نعرفوا انه كل منطقه جزائريه مشهوره بطبق معين وكل منطقه عندها تقاليدها وعندها انت واش رايح تخدمكم سبيسياليتي ابار الحوت المنوعات اللي فيها نخدم كلش سكري صالي سكري صالي سكري صالي فوالا الحوت لي بلا تراديسيونال لي بلا اقتصاديين لي بلا شويه نوع وكل خطره نديروا حاجه سورتو كو انتو شو قاعد طبقات كيما يقولوا سورتو كو الجمهور علاه ما تقدرش تهضر انا نقول لك هضري انت باسكو انت سبيسياليست اذا جوستومون انا راح نقول لك خدمت بزاف انا راح نقول بلي لي ميور كوزيني او موند سي دي زام دونك تقدر تكون انت ياسر بصفتك دواق ماهر تعرف خير مني الاخت ماشي دواق ماهر انا تعلمت من الاب تاعي هو كان جارك ما شاء الله الاب تاعي هو شاف صافي حنا عائله كومبلي خرجنا دي شاف عندي خويا في فرنسا شاف ما شاء الله بابا كان شاف كويزيني هنايا في الجزائر يما اختي صافي عائله كومبليت ماليزيا عندكم سيغ ما يموتش بالجوع ولا نتهلاو فيه نتهلاو فيه يلا معليش راح نواصلوا في الحديث مع الشاف مهدي لكن نروحوا الى اتصال اول اتصال في برنامج كوفي تايم لهذا الموسم الجديد الو الو مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام اهلا زهرة توحشناك يتوحشك الخير حبيبتي عيشك ميمونة شكرا شكرا لك فاطمة من مستغانم اهلا فاطمة من مستغانم اهلا بك فاطمة اهلا بناس مستغانم اهلا اهلا ربي يخليك السلام عليكم الاخ ياسر الله يعيشك اختي العزيزة مرحبا بكم ولدي توحشناكم يتوحشك الخير يتوحشكم الخير احنا ثاني توحشناكم نتمناكم من قلبي اقسم بالله العظيم شوفي عيط العصر باش نصلي قلت اللي نحكم نحكمش في الو شاف اللي نحكمهم يعيشك شكرا لك اللي نحكمهم ومن بعد نصلي العصر يا عايزك تفرجتي دونك ماذا بينا تقترحوا علينا كي تتواصلوا معنا تقترحوا علينا مواضيع ثاني اخت زهره ما خليتونا شوفي في الايام الصعبه تاع الكورونا لحد الان ما خليتونا ما ديروا ربي يوفقكم ان شاء الله ولا يكملكم 85 ونتمنى النجاح لهذه الشروق ان شاء الله شكرا لك شوفي النيه تاعي اليوم اول شاف تاع ناديه هي طيب وما حكمتش هي معيت وما حكمتش واللي راهم يسمعوا فيا شوفي اهداء من المديره
البواب. شكرا. نقول لهم هذيك الطياب تاع اليوم انا الهديه تاعي للشيخ فوضي الله يحفظه. شكرا الله يرحمه ويستعليه. الهديه تاعي الاولى والطياب الاول انا نهديه من هذا المنبر ونقول لهم للشيخ فوضي. شكرا. الله يرحمه ويستعليه اللي دار لنا هذه القناه. الله يرحمه وشكرا لك. ان شاء الله تبقى صدقه جاريه عليه بكل معلومه تفيد بها المشاهد حتكون صدقه جاريه عليه. وشكرا اللي ذكرتيه في هذا اليوم. نعم. نعم دائما ماذا بكم ديروا لنا مواضيع مثل اطباء هكا نفسانيين. كاين عنا اطباء نفسانيين واجتماعيين. واش الموضوع اللي حبيتينا نهضروا عليه؟ مواضيع هكا بالوالدين. مواضيع خاصه بالوالدين. الوالدين خاصه هكا بال كيما نقولوا موضوع هكا اجتماعي. ما يكون غير خطا. هما الوالدين خاصنا والله صدقوني هذا الموضوع حساس جدا. هادو اللي راهم يتزوجوا صغار 19 عام 18 عام ما يديروهمش هكا. انا ماذا بيا اللي راهم يسمعوا فيا يديروا لهم هكا كيما نقولوا موضع هكا باش يحطوهم باش يوجدوهم يوجدوا كاسهم. دوك من المحال وحده باش يتزوجها باباها ولا يتزوجها امها تقلق عليها 16 عام ومن بعد على شهرين ثلاثه تعاود تولي. صح تبغي صح. ان شاء الله ان شاء الله نطرقوا لهذا الموضوع. شكرا لك اقتراحك. شكرا الشيف اللي راه معاكم. راح تشوفوا بزاف برنامج على الشيف. الشيف اللي راه معاكم شيف هشام قلت لك راح تتلاقى به. نقول لهم هاد الشيفان صبناهم في وقت الكورونا. وقفوا معنا ووقفوا مع الاطباء وطيبوا لهم ووقفوا معاهم. نشكركم. شكرا. تقدير لكل الشيفة اللي راهم يسمعوا فيا. ان شاء الله يكونوا اطباق متناوله. تحيتك وصلت الاخت الكريمه وتحيه لناس مصر العالم كامل. شكرا لك على الاتصال. وسلموا لي كاع ام الشروق. يبلغ سؤالك. شكرا لك الاخت فاطمه. كل يوم نسال عليكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بك نتنوروا بك. شكرا. مع السلامه. يعيشك. شكرا. زهره باش تشوفي حتى المشاهد الكريم راه يعرف علي فضيل مازال حي في قلوبنا وفي قلوب كامل أكيد. المشاهدين وإحنا دائما نقولوا ربي يرحمه إن شاء الله على العهد باقون دائما ومواصلون بعلي فضيل أو بدون علي فضيل لأنه علي فضيل خلى روحه عزيزة وعايشة مازالها عايشة فينا سواء من المديرة العامة أو مديرة البرمجة أو مدير الإنتاج كامل راهم واقفين على أكيد. قدم وساق حتى نقدم لكم شبكة برامجية منوعة تليق بكل الجمهور وبكل الادواق. نعاود نرجعوا ليك الشيف مهدي. ما ماركيتيش الشيف هشام بلي ياسر يجري في الهضره انا مانيش نفهم فيها. الشيف هشام قصدي الاسم اللي معروف به. قصدي صحيح الاسم اللي معروف به الشيف هشام قصدي. الشيف هشام خلي الشيف هشام بكبان طويل عليك. قصدي لا لا بصح لو كان يجي ياكل الحوت. يشفى لازمك تذوقوا باش ما يزيدش ينسى اسمك. فوالا ينسى يسمع بلي لا سينيورتور. تخي بيان دونك اسكو سبق وانك طيبتي اوغ لالجيري ولا خرجتي شاركتي في مهرجانات في محافل؟ لا ما شاركتش. انا عندي قناه تاعي في اليوتيوب وصفحه في الفيسبوك هما اللي نخدم فيهم بزاف. تخي بيان. وطيب في الدار بيان سور هذيك حاجه باينه. باش شارك في مهرجانات ما شاركتش. دونك كي راح تكون في برنامج على الشيف سيغتانمون الجمهور تاع جمهور الشاشه يختلف على جمهور المواقع التواصل الاجتماعي. دونك ديكو راح يكون عندك موجتين ان شاء الله. دونك حيكون عندك تاع ليكخون وتاع ال ان شاء الله. هي انا اغلبيه يعرفني في اليوتيوب وان شاء الله كاين كيما يقول لك جمهور تاع يوتيوب وكاين جمهور تاع الو شيف. كل وحده وكيفاش. تري بيان. دونك بالحديث على او يريح ياسر معليش بالحديث على الجمهور انا نقول لكم استقبل مكالمه من وهران. الو الو مساء الخير. كريمه من وهران. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك والعوده ميمونه ان شاء الله. شكرا. شكرا لك ربي يحفظك. في احلى حلة ان شاء الله. شكرا ربي يخليك عينيكم لي ملاح يعيشك. بين الاستديو. شكرا شكرا. اخي ياسر كذلك. شكرا لك. واش راهم ناس وهران؟ نتمنى ان شاء الله كما قال لك ديجا اثرتونا في فتره الكورونا ونرحبوا بالشيف الجديد. هشام. شيف هشام. كامل رحيم تاعكم. مرحبا بك. شيف هشام ديجا عندك متابعين. عندي متابعين. الله يبارك والله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. نتعلموا معاهم مالكريك رانا كبار وهما صغار نتعلموا منهم توجو. اكيد اكيد. ان شاء الله في موسم الجديد راح يطلعوا عليك راح تكون انت والشيف ناديه ان شاء الله يطلعوا عليكم باحسن الاطباق. اطلب منه طلب اطلب منه طبق حيبه تشوفوه يوم الثلاثاء من 8.
ماشي مشكل. أنا مجند اللي صار لي بزاف. لي غراتان ثاني لي غراتان. لي غراتان كاين ماشي مشكل. كاين بزاف لي غراتان بزاف لي مودر. سقسيه على لي سكري، سقسيه ثاني على لي سكري واللي ولا أنت ما تحبش الحلاوي. لا سي 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 عارف الحلاوة السمونية وكاع. مي الأكثر هما أنت يحبوا قلت لك أنا دارجة عليا برنامج ألو شافة ولا ساكن. يحبوا السالي بس يحبوا يديروا لي سوبيتو باش يكملوا يكملوا دي تخيك فوالا. راح نسقسيك اختي العزيزه واش حابه تشوفي كمواضيع ولا تقترحي مواضيع اللي حابه نتناولوهم في برنامج كوفي تايم لهذا الموسم. نحن نحبوا ماذا بينا كون نطرحوا للشباب، والله الشباب رانا نشوف فيهم والله مش عارف من اي جانب نطرحوا للشباب، من اي جانب انت تشوفوا توعوي جانب توعوي شغل نتلهوا بهم شويه كشغل نحسوا بهم ضايعين، حسوا بهم كشغل نشوفوا نديروا هذه حاجه لهو فيها يبعدوا فيها على الفيسبوك. الفيسبوك ما راهش يخدمهم بزاف. وي جو سوي داكوغ. اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده بيان سير. هذه حاجه اللي نصحوا الشباب الجزائري انه ما يكثرش من الحاجه ولا ما يكثر من زياره مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا اكيد رايح نطرقوا ليه ان شاء الله ونخصوا له موضوع ونتحدثوا عليه في هذا البرنامج. شكرا لك اختي العزيزه على الاتصال. انا جد سعيده جد سعيده اللي حكمتكم والله زهره. شكرا ربي يخليك ان شاء الله. ان شاء الله الى فرصه اخرى ان شاء الله نزيدوا نسمعوك ما تكونش اخر مره ان شاء الله. شكرا متابعه الشروق. نفرح انا بزاف اكيد الولايات. هذا هو الشيء اللي يخلينا دائما على اتصال مباشر مع الجمهور والمتابعين الاوفياء لقناه شروق العامه، قناه كل العائله الجزائريين. عاود نرجعوا ليك الشيخ. ما واش تلقاك اليوم؟ لا عاود نرجعوا ليك. لا راني خسرت ليك. لا لا ديريكتومون تكملي فيه. عجبو عجبو كي قلت له سبيسياليست في الحوت. اسكت برك عندي مده ما كليش الحوت. تخي بيان ان شاء الله. ان شاء الله تباع الحوت. فوالا تخي بيان اكيد. دونك بما انه جيماجين كنت تتابع برنامج الو شيف من قبل راح تطلع على الجمهور، عندك خلفيه على الجمهور وش يحب وش هما لي سالي اللي بزاف. كنت نتبع بزاف الو شيف ونحكي لكم هذه شوط حاجه سيكري. شفتوا العام اللي فات كنت نشوفه في اكتوبر العام اللي فات، قلت لمراتي عيب تاكش هذا البرنامج يجي نهار ان شاء الله ونخدم فيه ان شاء الله من اكتوبر لاكتوبر. سيدي راك معنا ومرحبا بك. والله العظيم غير هدرتها هكذا وصدقت. اهلا بك وفخورين فخورين بزاف انك انضميت للطاقم برنامج الشروق. عائلة الشروق اكيد الشروق برنامج الو الشروق اكيد. فرحنا بزاف بك الشيف هشام. يا ترى راني راح نخليه يروح اكيد راح نقول لك نتلاقاو بك نهار ثلاثة ان شاء الله. نهار ثلاثة ولا أربعة والخميس ان شاء الله. ثلاثة ولا أربعة والخميس واحدة ونص في الو الشروق في الشروق ليبي. يلا مشاهدينا الكرام وياسر ثاني بقى بغونشي معايا باش نقول لكم مشاهدينا نتلاقاو بعد هذا الاشعار. عاودنا رجعنا لكم من جديد مشاهدي برنامج كوفي تايم بعد هذا الفصل الاشهاري. رايحين نواصلوا برنامجنا اكيد بالاتصالات الهاتفيه راح نستقبلوها انا وزهره وبالضيوف المتميزين كذلك اللي رايحين يجيو تباعا. بعد ما استقبلنا شاف رايحين نستقبلوا بعده الضيف الثاني اللي نخليوه مازال مفاجاه. حتى نعطيو لكم رقم الهاتف ياسر. اتصلوا معنا مشاهدينا الكرام على الرقم 023 70 98 94 لاقتراحاتكم واش حابين تشوفوا معنا في برنامج كوفي تايم في هذا الموسم الجديد راح نكون معكم فيه انا زهره ياسر مينا فوسيت وكريم بوباكور يقتلني كريم نسيت اسمه. يلا مشاهدينا نروحوا الان الى اتصال من اين. الو مساء الخير. الو 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 عليكم مساء الخير وعليكم السلام. توحشناك سهرك مليحه. يتوحشك الخير لاباس الحمد لله. انت لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله الحمد لله. وانا نعيط يعني قبل ما تروح وعوده ميمونه لكم. شكرا شكرا لك ان شاء الله جبنا لكم الخير ان شاء الله. ايه ربي ان شاء الله يخليكم لينا ان شاء الله. غبتوا علينا انا رجعنا ما في هوال ما رجعناش ان شاء الله بيدينا فارغين. جبنا معنا بزاف حوايج جدد حبينا نرجعوا لكم عوده تكون مؤكده سيغ اكزاكتومون باش
ما تكونوش يعني ديسو باش ما نخليكمش تشوفوا حاجه شفتوها ديجا. قناه الشروق على بازي يعني اكدت على انها تطلع لكم بحله جديده، برامج جدد، بحوايج باش يفرحوكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كنت نسمع فيك زهره قلت يعني اقترحوا علينا مواضيع جديده انا ولا يعني شغل عروسه جديده ومنا حبيت كل شيء مبروك. مواضيع على الجيل الصاعد هذا البنات اللي يدخلوا جدد كيفاش يتعاملوا مع العائله، كيفاش يتعاملوا مع انت ساكنه مع العائله عائله الزوج؟ ايه باش يتعاملوا هكا كيبدلوا الدار كي فاهمه. داكوغ دونك يعني حبيتي موضوع اجتماعي. ايه ان شاء الله. هذا موضوع بزاف يعني نحتاجو احنا يا عرايس جدد وحبينا نعرفوا كيفاش نتأقلموا منه. ان شاء الله منال يتسمع فيك وراح تاخذ اقتراحك بعين الاعتبار. اكيد راح ناخذوا كامل اقتراحاتكم بعين الاعتبار. وشنو هو مدى بينا راكي في بيت الزوج تاعك كامل نعرفوا باللي صراو دائما مناوشات بين ما يكونوش ان شاء الله يزرع تسول عليها بين الزوجه ويمات الرجل. احنا مدى بينا ديما كي تروحي للدار مواليك هذيك هي ولات دارك الجديده، لازمك يمات راجلك هي يماك باش ربي يدوم المحبه بيناتكم. ونقول لك كل شيء مبروك العقوبه للذريه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله خويا ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يخليكم لينا وان شاء الله عوده ميمونه لكم وتونسونا. شكرا لك. شكرا ان شاء الله تعاود تتواصل معنا مره اخرى ان شاء الله. شكرا لك. يلاه بعد هذا الاتصال مشاهدينا رايحين نروحوا نستقبلوا ضيف. نستقبلوا انت باسكو صاحبك نستقبلوا انا. اذا معنا فنان نجمه من نجوم الحان وشباب اللي بزاف تحبوه بزاف قاعده جماهيريه عنده طلع عليكم دائما بالجديد. اليوم اخترنا انه نبداو موسم كوفي تايم بهذا الفنان بهذا النجم المتالق اللي جاكم من الصيف اللي هو عماد بشار اللي جانا من ولايه الصيف بالتحديد من صالح باي. مرحبا بك عماد. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك عماد. صافا الحمد لله. حلت علينا الانوار يا سيدي. ربي يخليك خويا ياسر ونشكركم على الدعوه هذه صافي جون بليزير. وتشوف سطيف سطيف راني عندكم في العاصمه. يا خويا والله غير هذه قبل ما نهضر عليها راه هضر عليها. والله غير قال لي مسافه طويله. شكرا لك نورتنا نورتنا بوجودك. صافي ان كرون بليزير. لما هذا هو طبع الفنان، هذا هو الفنان الحقيقي لما تعرضوا لبلاطو في اي قناه انه يلبي دعوتك ويكون عند كلمته مع انه كان خدام في واد سوف وراح للسطيف من واد سوف للسطيف ولا انه ولد سطيف ومن سطيف ديمارا لهنا لالجي ديريكتومو وعندك جو بونس رايح الجديد تاعك رايح الوهرن. خلص الوهرن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو الفنان كيكون نشيط ويكون خدام. الفنان اللي ما يبخلش على الجمهور تاعه ويطلع عليه. اسكو مالف تشوف برنامج كوفي تايم؟ بيان سير نشوفه مي ما نشوفوش بزاف. ساعة ساعة بس هذا العام حتعود تشوفه بزاف. ربي ان شاء الله. لازمك تكون برونشي. ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله. يلا عماد رايحين نتحدثوا شوية على الأعمال الجديدة تاعك، واش راك توجد كجديد؟ أعمال جديدة تاعي واش راني نوجد كجديد؟ راني توجور مع الخدمة والاستوديو شغل بروفيتيت أنا لوكازيون تاع تاع كورونا هذه باسكو قبل كورونا هاك على بالك. خدمة ما نخرجوش. جات البيريود هذه شغل عندنا فيد كبير نبروفيتي في لوكازيون باش نسجل اغاني تاوعي وراني توجور مع جديد. عندي اغاني طرحتهم في المارشي راهم متواجدين حاليا وراهم دايرين سوكسي الحمد لله وراني نوجد توجور مع الخدمه توجور مع الوقت تاع الكوفيد الوقت تاع الكورونا انت راك استغليتو في الاغاني في التسجيلات وفي يعني ما قعدتش قاعد كيما مانيش قاعد لانه صرا جفاف فني كبيره في صح. في الموند كامله كامله وي ما كانش جديد راهم يعانيو. انت اسكو عانيت اسكو انت من الفنانين اللي خدمتهم حبست في وقت الكورونا؟ والله ما نكذب عليك اختي شوفي انا نهضر لك الصح أنا الحمد لله انا عندي مخبي على روحي كيما نقولوا وشني حبسنا واحد البيريود هكذا وبعدها طلقوا لنا عطاونا الفو فير باهي طلقوا العين جات العين فوالا وجات ويلي وحضرني هذاك سرقتي شويه فوالا خدمنا بروفيتي خدمت شويه عراس شويه ورانا نبروفيتيو باش نزيدو نخدموا الاغاني تاعنا باش نوصلوا جديد تاعنا البيبليك تاعنا ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء الله باذن الله.
ما لازم الفنان على حسب رايك ما لازموش يكون عنده انقطاع بينه وبين الجمهور؟ لا ما يستناش دعم. مادامك فنان الله يسهل عليك كما يقول لك نافيغي زمانك بروفيتي ماكسيموم. كل واحد يخمم من الشده كيكون في ليتساع. فوالا هذه هي. تعرفي شويه طبع الموسيقيه؟ شويه وي صافا. ما ديليش فروض فجائيه راني على المباشر. لا تعرفي هو شيء نعرف ستايفيه وتيغنوا عندهم ستايفي صراوي هذا هو الطبع هذا هو الطبع تاعهم تاع احنا نسمعوه في الشرق زهره انت سكيكلا ولا جيجل نسمعوا هذا الطبع وفي الافراح تاعنا في منطقه جيجل ولا في منطقه سكيكلا الشرق الجزائري كامل نسمعوا طبع ستايفي. عماد نهضروا على اغنيه فرقك طول اللي كانت مع هشام سماتي على ما اظن كانت مع الارونجير هشام سماتي نحيي اخونا بالمناسبه. اشوف انا على بالي راك عيان صح على في وجه زهره ماشي في وجهي انا يا سيدي في وجه الجمهور تاعكم في وجه زهره في وجه المشاهدين الكرام حابين نسمعوا شويه منها اكابيلا. كاين الماء كاين القهوه لا نورمال بريود بلادي كفوتها مريض رحتي عليا وخليتي لي بيت راني قارع نحسب في ليام غيابك ولا في حياتي بروبلام بريود بلادي كفوتها مريض رحتي عليا وخليتي لي بيت راني قارع نحسب في ليام غيابك ولا في حياتي بروبليم ماني شويه بحال يعطيك الصحة تبان لا بروجي فوان غنيوكم حاجة خير يعطيك الصحة برافو ثانية عندك غنية دارت ان سيكسي عم بالك انا ما نعرفش راني نعرف بلي بلي تعرفي مع شابة جميلة اللي هي لبستي الخاتم لبستي الخاتم وفرحتي هي اغنية مشات لي في الاعراس تاعي بزاف هي وكاينة ثاني اغنية جيت مطبطب في الباب اللي خدمتها مع شابة يمينة نحيوها شابة يمينة كذلك فنانة كبيرة وكانت ثانية دارت باز كبيرة وي في الجزائر ماشي غير في الشرق ولا دارت في الجزائر باز كبير الحمد لله الحمد لله تعبنا ما راحش باطل انا حبيت نقرع روح كيفاش وقع الاختيار عليك انت بالتحديد عماد باشا نعرفوا بزاف اللي كاين اللي يغني وستايفي من غير عماد باشا علاش عماد باشا بالتحديد لهذا الديو؟ عيمينا والله كنا نقول لك كنت قاعد في الدار عيط لي ليديتور عيط لي مامين خويا نحيوه قال لي عماد وين راك قلت له راني في الدار قال لي نحتاجك دوكا قلت له علاه واش كاين غير الخير قال لي نحتاجك دوكا عندك ديو مع يمينة قلت له يمينة قال لي يمينة قلت له ما كان حتى مشكل جا عندي للدار هزني ورحنا للاستوديو عند عقبه جوماطي خونا نحيوه ثاني فنان كبير اعطينا هالحس والحمد لله ما لقات الحمد لله ما تلقيناش صعوبه كنا نسجلوا فيها باسكو جا يمينة فنانه كبيره كانت ثاني ساعدتني في الاستوديو وقفت معايا مراه وفحله والحمد لله ما شاء الله عليها فحله بس انا عندي ان بون سوفنير الشابه يمينة غنت لي في عرسي دونك ما نقدرش ننساها الله الله حتبقى لي غرافي نموتوا عليها نموتوا عليها الشابه يمينة انا ثاني بزاف نحبها كبرنا وتربينا على الغناء ربينا على الفن تاعها نحترموها بزاف صح انا شفناك بزاف في لي ديو نشوفوك تغني اشاك فوا غنيتي مع شابه يمينة غنيتي مع سماتي تكون عندك اغنيه تاعك وحدك غنيتها وحدك ما تاعي انا وحدك عندي دي سينجل يعني عندي في سطايفي عندي في الشاوي عندي في الراي صح وين تلقى راحتك تلقى راحتك في الشاوي ولا تلقى راحتك في الراي والله غا في زوج باسكو البيبليك انا حبني في الراي وحبني في الشاوي وسطايفي قسمت روحي على زوج وغنيت سطايفي وغنيت الراي طبوع جزائري دبلوماسيه هذه ما تساعدنيش دبلوماسيه يا ايمان علاه انت داكور الشعب حبك في الراي وحبك انا قلت لك انت كعماد باشا وين تلقى راحتك اكثر والله في زوج انا بديت نغنيهم في زوج بديت نغني انا كبرت على الغناء في الراي كبرنا على الغناء تاع مامي خالد دخل الراي جديد هذاك على بالك خويا راي جديد سي اي في تاع على بالنا اوبليجي نغنيوه اوبليجي علينا راح نكملوا معك وي اكيد لكن قبله راح نزيدوا نستقبلوا اتصال اخر زهره اتفضل يا سيدي الو مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
منورين الشاشة ما شاء الله. الله يبارك منورين. شكرا لك. بيكم منورين. الله يسلمك. صافي بليزير نسمع صوتكم، راكم مقابليني. نعم. طبعا صافي بليزير نشوفكم. شكرا. بليزير بارتاجي. لو بليزير بور نو. يعيشك. Merci beaucoup. L'essentiel, je vous appelle de la France. Malheureusement, ma cadette n'est pas en train de le bled. Merci beaucoup. Vraiment, un grand merci à tous les gens qui sont en train de se faire. Oui, exactement. Je lâche pas. مرحبا بك. صافي شي شرفنا هذا ولا غير حاجه. دو 7 دو ماتان جوسكا 22 اور. الله يبارك. راكي من الاوفياء تاع القناه، راكي من الصباح حتى العشيه. غادي نسني كونطا معاكم. مادا بيك. وي حنا كامل المشاهدين، حنا نحبوا المشاهدين اللي دائما يبقوا اوفياء للبرامج. اكيد وي بيان سور. تفضلي، من وين بلاصه في فرنسا؟ الله يسلمك. في افينيون. Avignon. مرحبا بك. مرحبا بك. هي في فوالا ا كوتي دو مارسي فوالا. تري بيان. شنو نقول لك؟ تحياتي للضيف ديالكم. عماد باشا تسمعي شويه سطايفي. مرحبا بك. اه وي سير. لازم. حنا كي نحبوا نزهاو ما في الدار كي يكونوا نديروا في الميناج نحطوا سطايفي باش نحيوا ريقة الخاطر. حلي بنات واقي. لا 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 ما نحلش ببنات واقي، نغلقهم باش ما يسمعونيش. يلا فهم عماد معك، هضري معاه إذا كان حابة توجهي له تحية ولا تسأليه سؤال. أو معك عماد على المباشر. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم خويا عماد. ربي يخليك أختي، مرحبا بك. وبك اهلا. شو نقول لك؟ انا نحب ان نسمع السطايفي. ان شاء الله بالتوفيق عليك. ربي يخليك. ربي يعيشك. جديد مليح واللي نقدروا نستمعوه اون فامي افيك نو زونفون بيان سور بارون فوالا سيرتو ساوي. خويا بالتوفيق ان شاء الله. احنا ثاني بدورنا نشكرك على الاتصال تاعك وعلى التفاعل تاعك، بصح قبل ما نبقيوك على خير ماذا بينا تقترحي لنا بعض المواضيع اللي حابه انت تسمعيهم هنا ولا نعالجهم من خلال برنامج كوفي تايم. والله كما سبقت الاخت وقالت على زعما امور العائليه. اها دونك تحبوا توسكي فاميليال يعني الطفل لا فاماري هكا هذه المواضيع. هكذاك هذيك الامور والطبخ هذاك ما غاديش نقول لكم عليه، راكم الحمد لله كافيين. الطبخ كاين الو شيف وكاين فقره ليه ليه معانا في البروغرام. فوالا ها جوستومون فوالا باسكو نتبعهم اي تو. قلت لك نتبعهم هاد البرامج اي تو. زعما صافا ماشي صافا مي تخي بيان. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. شكرا لك. بارك الله فيكم. ميرسي ميرسي. بركة. تحياتي لكل العائلة في فرنسا في ألجي سونتر. تهلاو في روحكم. شكرا شكرا لك على الاتصال. الله يسلمك. السلام عليكم. يعيشك. شكرا. كيفاش نهار غنيتي عرس اوغ لالجيري؟ جاتني في راسي لا كيسيون كي المتصلة، يعني رحت عرس. عرس ولا كنت عرس مي خدمت حفلات. حفلات برا الجزائر. خبيه. خدمت في تونس. خدمت في البوليزاريو. الحرارة العربية. وتجاوبوا معاك مع الغنية تاعك. البوليزاريو يموتوا على سطايفي، صدقني خويا ياسر اقسم بالله غا كيجي طالع قالوا لي غني لنا سطايفي. عندنا في سطيف شيخ الله يرحمه الشيخ الزوالي، ما كانش اللي ما يعرفوش في الكوتي تاعنا في الشرق. كي طلعت وقالوا لي غني لنا الشيخ الزوالي قعدت نوحد في ربي. يعني دهشت بوليزاريو شوف وين يسمعونا. صافي بليزير. الله. والله بيان. نتبين بانه الغناء تاعنا ولا التراث الجزائري راهو الفنيه الجزائريه راهي واجد برا سيرتو في الطابع تاعنا. طابع سطايفي وطابع الشاوي. اسكو عماد باشا خمم انك تشارك في برنامج اوغ لالجيري باغ دو فويس ولا؟ اي خممت وشاركت نيشافي لها 2016 2015 الطبعه اللي كانت فيها ستار اكاديمي اللي كانت فيها سهيله. ستار اكاديمي سهيله بالجهب خوتنا نحيوها بالمناسبه. تحيه شاركت كنت درت كاستينغ ونجحت فيه وسنيت كونترا. هذه كاينين شي ناس بزاف ما على بالهمش بها. سنيت كونترا تاعهم وكنت نستنى في الدعوه
الدعوه تاعهم باش يعيطوا لي نطلع لبنان. جرأة السفر باسكو كاليفيت انا لبنان، نروح لبنان قعد لي كاستينغ في نال في لبنان، توق فازتك تدخل المدرسه تاعهم. صح. على باليش واش صرا. ما عاودوش يتصلوا بيك ولا؟ ما اتصلوش بيا. مع انك تكاليفيت. عيط لي كان واحد الكونديدا معنا دار معنا كاستينغ، عيط لي في التليفون قال لي عماد وراك؟ قلت ماني في الدار راقد. اللي احنا رانا في الايروبور رايحين لبنان ما عيطولكش؟ قلت له ما عيطوليش. غاضتني 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 روحي في هذيك الضربه، بكيت ياسر خويا باسكو كنت كان صغير شويه و 24 سنه ولا 25 سنه في عمري، كنت حاب ان هذا صغير فوالا جاتني لوكازيون هذه كنت حاب نروح. مي من بعد واش صرا ما على باليش، من هذيك الضربه حلفت باللي ما نزيدش نشارك في برامج تاع بالعكس عماد. انا عندي صحابي قالوا لي، عندي صحابي قالوا لي لا ما ديرش ذا فويس، لا ما ديرش هذه عرب، هذه العفايس هذو. يعني صرا لك صرات له اللقطه اللي خلاته يلكو. فوالا حبيت ندير باز هنا في بلادي وحبيت نشيع هنا في بلادي وراني باطاي وراني معاها. ما شاء الله عليك ما شاء الله تفرج ربي. هذه اكيد حاجه اللي نشهدوا له بها انه عماد من بين الفنانين ناشطين ويخدم حتى وحده، يعني مش تاكل على بروديكتور ولا اللي ينتج له الاغاني. ونعرفوا انه الفنان بدون منتج ولا بدون موزع صعب شويه ماديا ولا حتى من خلال اللي كتبوا الكلمات ولا باش ينتج اصدارات جديده بزاف، فهذا يحسب ليك. بصح انا نظن انه في من خلال هذه النقطه انك تبري زيت اوكي هما ما عيطولكش، لانه نعرفوا انه البرامج العربيه شئنا ابينا فيها كولسه فيها كواليس، والجزائريين ربما عندهم واحد الحساسيه زائده مع الجزائريين بغض النظر على الدول المجاوره كما اسكو تشاطروا الراي. انا نشوف داكور، انا نشوف باللي الجزائريين يديروا بلاصتهم فيها عنصريه، فيها عنصريه، فيها عنصريه 100% باسكو عندي صحابي شاركوا في البرامج هذو حكاوا لي باللي عنصريه كبيره. طبعاً. عنصريه كبيره. ان شاء الله يكونوا معنا في فقره سكايب. اكيد في ونسقسيهم اسكو هما ثاني يحسوا ان مي مالغري سا. احنا شفنا مؤخرا شفنا الفنان بنزينه راح واندمج ولحق النهائيات كاريمون. صح اكيد كاين العديد من الفنانين. راح نوصلوا مشاهدينا في هذا الحديث الشيق حول الفن والفنانين وجديد الفنانين، لكن بعد هذا الفصل الإشهاري. عودة لكم مشاهدينا الكرام، ما زالت قاعدتنا متواصلة، برنامج كوفي تايم دائما معنا اليوم حاضر النجم المتألق عماد باشا اللي مازال ما خليوهش يروح يبقى معنا حتى نهاية البرنامج. هو عيان بصح ما راحش ينطلقوك. لا نورمال والله صافي. يعيشك ميرسي. أنا الهضرة اللي كنا نهضروا فيها في الكواليس على الناس اللي مازالوا في ديار الغربه، ونعرفوا انه هو ثاني زوجته راهي في ديار الغربه هي وبنته. طلبوا ان شاء الله من السلطات تاعنا ان شاء الله يحلوا علينا ان شاء الله. عندنا اولادنا نتوحشوهم، عندنا عندك مش لافامي، عندي 5 شهور وبنته متعلقه به بزاف. ربي يرجعها لك على خير ان شاء الله. مش حابه نبكيك على بالي بلي الاب يحب بزاف طفله سيغتو لا في حاجه صعيبه، لكن نستقبلوا مكالمه على سيره الغربه. الو الو مساء الخير. الو وي مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك وعليكم السلام. السلام من فرنسا الاتصال على ما اظن. وي فريده من فرنسا. وي من باريس. مرحبا بك فريده. فريده على ما اظن. اهلا بك. الو 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 باسكو مش راني نشوف لا تيلي واش كنت تهضروا معايا سان غيان نفواخ. ما سمعتكش. نعم واش كنت تهضري معايا واش راني نشوف لا تيلي سان غيان نفواخ. علاه؟ كاين ان ديكالاج. وي اكزاكتومون. شوفي هادي امر عادي جدا. شوفي سمعينا من التليفون باسكو دائما نكونوا على المباشر على الهواء مباشره، نسبقوا التلفزيون بحوالي 5 ثواني او 7 ثواني. فاسمعينا من جهاز التليفون وما تشوفيش التلفزيون. عقدتيها على روحك. عجبتك هذه الجهاز؟ نقص بلادي اللي وسمعنا التليفون لا ليك العربيه وتتحصل في حقك. نقص بلادي اللي وسمعنا التليفون. يلا راكي تسمعي فينا. تفضلي. مرحبا نقصتي بلادي اللي يعيشك.
الو ما قصدتي في لا تيلي؟ فريده وي. مرحبا بك فريده من باريس، سهلا. الله يسلمك يعيشك. تفضلي فريده، احكي لنا شويه على لا غولاسيون تاعك بقناه الشروق، واش مالفه تتفرج؟ نقول لك حاجه اولا، عبالك نحب نشوف كاع لي شان تاع الجزائر، تحب نشوفهم. وانت يا منين الاصل تاعك؟ انا من الجزائر. انا اصلي من الجزائر. من الجزائر. من العاصمة. من الجزائر. اصلي. وين راكي عايشه في فرنسا؟ باريس. في باريس. نعم. ما سمعتهاش باسكو. كي بقات تشكي لنا تقول لنا يا عندي كلاج، يا عندي كلاج. تفضلي تفضلي، دونك اسكو ما تشوف برنامج كوفي تايم؟ نو. اول مره كنت نزار تحت فرقتني معاهم، كنت نعيط نتصل معاهم. Très bien. Donc, Coffee Time, c'est un programme de divertissement. Il y a plusieurs sujets. Vous choisissez le sujet qui est maintenant le traite. Il peut vous concerner ou il peut concerner votre famille. عبالك شنو حابه شنو حابه تهضروا تهضروا على اللي نحن ما قدرناش ندخلوا للبلاد. اه وي والله غير رانا نهضروا عليك وعلى مرت عماد وعلى بنته. عبالك والله اول مره حسيت بالغربه. وي. نحبط دو تخوا فوا في العام. كنت نكسر هذيك الغربه هذيك الخطره اي نهضر معاكم نجي لا موزيو. وي وي ربي معاكم ان شاء الله. نحطوا ما قدرناش ماشي غير انا. سي فغي. وحنا حابين نشوفوكم وبزاف عندنا ناس عزاز علينا تما وما قدرناش ن بالك ولا غير صافي ديف اعتبرك اون توجور بيردي اون توجور بيردي نخافوا نسمعوا خبر ما نقدرش نحطوا صح سي فغي عندي حباباتي وعندي دي جي لا فالي اللي ماتوا لهم ما ليهم ما قدرش ميم با مساكن يحضروا سي فغي ولا جو كومبخون فريمون جو كومبخون فوتر بان ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله كون جو فالا جي قلت لك حوايج ما كنتش نحبهم في البلاد دوك وليت نحبهم كيما جا شونتور معاكم الصيفي كنت ما نحبش لي شونسو تاع الصيف دوك وليت نسمع الصيفي وليت نسمع الصحراء وليت نسمع كلش هذا لك الصيفي الصيفي نحي ضيقة الخاطر اي نحي ضيقة الخاطر صح نعم ونشط احتاني كثير خفاف بيان او عماد كيبدل لك رايك قالت لك كنت ما نسمعش الصيفي بصح في الكورونا قاعدين هنا ولا غير عندي البي تاعي ما نقدرش نحبط البلاد شوفي معليش انا دوك نسيي ندير حاجه عماد تقدر تسمعها حاجه صطيفي في خاطرها هي وفي خاطر كامل الناس اللي راهم في الغربه ومنهم الزوجه تاعك اللي شوفوا التاكسي يلا الله يسلمك أيا نخليكم نخليها تقولي يلا ابقي تلاقي معنا باش لا لا راح تقطع الاتصال تقطع معنا وتفرجنا والله هيا يلا تفرجنا في لا تيلي خليكم منورين ويجا سويسرا ربي يخليكم ينوركم ميرسي ميرسي كوم سا سي توجور على اوتيغ ان شاء الله ميرسي بوك وربي يخليك ميرسي الله يخلينا بلادنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعيشك ميرسي عماد انا حبيتك غنيه سبيسيال كامل الناس اللي راهم في الغربه تهديها لهم وسيرتو تهديها لنصفك الثاني اللي راهو في البلاد الزوجه والبنت اي سبوغ سا قلت النصف الثاني قصتهم هو اربع اربع الاغنيه اللي حبها ياسر بزاف يلا على بالي به باللي الصراوي تاعنا تاع الصيف وهي نعيان شويه معذور 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 ويا اللي عادك عادي واعطي له هاي واعطي له صرف وفياه ياي قلبو على الجمار شويه ومشيه ياي على الشوك حفياه الله 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 عليك اللي كل ما يجي عندي ياسر يقول لي سمعها لي سوا في عرس ولا ياسر دواق هو اللي يغني لك نهار مشاهدينا نوعدكم نقول ياسر يغني لكم على المباشر ويعرف يشطع ثاني صايفي وشاوي درتو عليا درتو عليا درتو عليا انا قلت لك يغني دمي مع الوالية لا لا خاص غير انت زيدي دخلي زيدي زيدي بداية يعني طيب يطيب اش قلت لي طيب اللوبيا اللوبيا مع العدس سبيسياليتي عدس انا نعرف طيب غير العدس حكمت العدس خطرة الوالدة ربي يخليها كانت تملي عليا في لاروسيت لأول مرة طيبت نشفى عندها واحد 5 اون ولا 6 اون طيبت العدس خرج لي بنين كملت غير في العدس انا جيت توجور عدس جيت عندي طيبت لي غير البيض البيض عافيق لي غير البيض شتو عافيق لي غير البيض وخدت لي انا باسكو فنيان بزاف
تري بيان. دونك بما انه الزوجه تاعك راهي اوغلا الجيري دونك راك سيغتنمون مع اون فامي راك في الدار مع الوالده. بيان سور بور لو مومون راني متواجد مع العائله الكبيره. وي. مع الاب تاعي مع الوالده نحييهم بالمناسبه خاوتي. باسكو وحدي في الدار كي تعرفي جاتوالي ياسر السماطه وتحيه لهم داري. اكيد تحيه لهم على مي راني فور لو مومون راني متواجد معاهم في الدار الكبيره وخاصني نفرج ربي ان شاء الله. هذه هي والان حاليا انت اسكو راك ناوي تتعامل مع مخرج معين باش دير لو كليب تاعك الجاي ان شاء الله لانه على بالي بلي عندك تسجيل راح تسجل اغنيه جديده في وهنا نخرج من الاستوديو اعطينا الحصري والله انا نسجل في استوديو كونفودا استوديو يسجلوا فيه بزاف فنانين ساعدنا الاستوديو هذا نروحوا نسجلوا ثم وغير اسم في الكوتي تاع الراي في الكوتي تاع سطايفي عندنا لي استوديو تاع سطايفي نسجلوا فيهم ثاني وبالنسبه للي كليب انت اسكو حاب تكليبي لي شونسون تاعك ولا والله غير لايريك الكليب مازال مانيش واجد له مليح باسكو كليب لازم له مصاريف على بالك مصاريف و رانا بور لو مومون سجلوا في كليب حاجه صغيره في الاستوديو جوست باه نوصلوا الميساج تاعنا للبيبليك ان شاء الله خير ان شاء الله فيها خير ان شاء الله نتمنوا انه تواصلوا دائما في نفس الوتيره وحتى ولو يعني كان الكليب صعب المنال حاليا الفنان اللي توجور متواجدين في الساحه الفنيه والمهم يبقى توجور على تواصل مع الجمهور تاعو ما يتصراش هذيك لا كوبور المهم ما يتصراش هذاك والله دوكا بدير تورناج تاع كليب راك على بالك لازم لاكتوريزاسيون لازم وكورونا وراك على بالك دونك راك متعوش من الظاهره ان شاء الله فيها خير ان شاء الله فيها خير ان شاء الله يا ربي نروحوا نزيدوا نستقبلوا اتصال اخر كي شوف اتصال يحب يحصلني مي تفضل انت ام شكيب الو مساء الخير وعليكم السلام ورحمه الله واش راكم بخير لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله واش راهم ناس بليده توحشناكم اخت زهرة يتوحشك الخير شكرا لك يعيشك خليتي لنا الزيت انا جيت هاني كنت على ثلاثة وليت كنت على الزوج وليت على ثلاثة هذا شروق شكرا ربي يحفظك تحياتي العاطرة ربي يعيش شكرا لك شكرا من مدينة الورود اوه شكرا ربي يخليك الى الطبيبة المجروحة الى الطبيبة الشافية شكرا ربي يخليك ويحفظك كيحب الجماهير لي ربي يعيشك ميرسي بوكو نموت على الجمهور تاع قناة الشروق فوز ادور ابار سا كي مليحة هذيك شفتي صافي با لونتون صافي دو جور ولا تخوا جور نعم هذه قلت لك هذاك المقولة تاع زبدة السوق واش قلتي لي؟ تاع زبدة السوق من كل طنجرة تذوق ها تفكرت بي يعني ندوق ذقت الو شيف دوك راني في كوفي تايم صافا باش شربي قهوة وي راني في القهوة كنت نفطر دوك راني نتقهوى ما شاء الله الله يبارك عليكم يلا مدام قولي لنا واش راك المواضيع اللي راكي حابة نعالجوهم في برنامج تاع باغ اكزومبل تاع لا بسيكولوجي تاع الدراري كيف نتعاملوا معاهم كيف سورتوك دراري نغلقوا على نفسهم في هاد لا بيريود تاع الكورونا عاودوا نغلقوا على نفسهم يعني ولو شويه ستريسي فوالا اجيتي كما في القرايه كيف نتعاملوا معاهم كيف نقروهم كيف هادو حبينا هادو الصوالح تاع المواضيع هادو نحوسوا عليهم ان شاء الله ان شاء الله ما يكون لا خاطرك ان شاء الله هادو المواضيع شغل نيسيسير وتحبي تسمعي شويه سطايفي تحبي تسمعي الراي تحبي كاع بلادي تحبي كاع بلادك وتحبي عماد باشا اللي راه متواجد معنا ناس في كيكدا ناس شكرا ناس في سطايف كاع بلادي 48 ولايه وناس بليده يسمعوا شويه سطايفي سمعوا شويه سطايفي نسمعوه نديروا زعما قول لي عندنا الحوزي زعما كي تكون في عرس ويحطوا اغنيه سطايفي تنوض تشطح ياسر هاي ما هذاك يغني لك عماد بعد ما تقطع بصح شطح في الدار وحدك منور الشاشه شكرا لك يعيشك وانت الله يبارك تجي توجور اليغون ميرسي بوكو ربي يعيشك ربي يخليك ولا ما تقدريش تعطيني نيميرو التليفون تاعك نقدر دوك نعطيه لك منال غدا في لاغيجي ان شاء الله تبقى مع الكونترول يعطيه لك لو نيميرو ولا غنحبوك يا زهر ربي يخليك ويحفظك ربي يعيشك ميرسي الحمد لله كي بخير شكرا لهم كاع يبلغ سؤالك ربي يخليك قولي سيل تو بلي الله يحفظك تفضلي قولي الالو شيف نخلي لك امانه ايه بدون لي روسيت تاع ريجين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ميم حنا راح تكون معنا كيما باغ اكزومبل لو ري سيل شحال ناكلوا شحال
ان شاء الله يكون اخصائي تغذيه اللي غسات الريجيم ان شاء الله ما يكون لا خطرك ان شاء الله يعطيكم الصحه شكرا شكرا على الاتصال فوق لاوتر شكرا ربي يعيشك ما شاء الله لا يعلي مقامك ما يحفظكم من العين شكرا يعيشك شرفتوا بلادنا شرفتوها شرف لينا يعيشك الرحمه 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 على اللي فاضل ان شاء الله يا ربي ربي يرحمه ويستر عليه ان شاء الله والله يحفظ بنياته ولا محلينا للشاشه ان شاء الله شكرا لك يعيشك شكرا اي الحمد لكم خير وتهلاو في روحكم شكرا يعيشك وربي امين يا رب شكرا شتي زهره بلي ما كنتش نجامل فيك كي قلت لك صاحبه الابتسامه الواسعه محبوبه الجماهير راكم تشوفوا يا مشاهدينا الكرام الحب تاع المشاهدين حسنتيني فريمون يعني كانت تضوي عليهم برنامج وجات تضوي عليهم برنامج شكرا لك ربي يعيشك ميرسي بوكو نعاودوا نرجعوا للعماد اكيد او هو ريح منك شويه وخايف منك اش كيستيون خلاص هاي استلمي انت انا غني لي برك يغني لنا غنية باش تشطح السيدة من البليدة يلا زيد غني لها الزهرة غنية اختتامية ان شاء الله للمحبيك للناس المتابعين جيت نطبطب في الباب طالب يدك يا العذراء جهرة ربي لا تردوني يرتاح قلبي ويبرق وجيت نطبطب في الباب طالب يدك يا العذراء بجهرة ربي لا تردوني يرتاح قلبي ويبرق الله الله على الصوت الصيفي وهذا الصوت الجميل لعماد باشا عفوا انه الفنانين ينقسموا الى صنفين انا علاش نحب عماد باشا لانه صوته طبيعي بدون مؤثرات صوتيه والان ولينا نشوفوا للاسف الشديد انه كاين فنانين اللي يغنيوا بالبلوتوتون هذا لا يمنع انه عماد ايضا يغني بلوتوتين لكن هي تعاون اصلا هو يعني في الطبيعه عنده هي تعاون 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 هي والله غتزيد النص خصو كي يروح درك عيان والله خصو كي تروح درك عيان على بالي بلي رايح لوتوتين ديريكتومون دوكا ولات لوتوتين هذه حاجه لازمه تحكم طفل صغير تقول له تغني له نورمال يقول لك اه انا ماشي ما عرف نسمعك هكذا ما عرف نسمع الروبوتيك كما يقولوا هما ولات شغل حاجه لازمه لازم يسمح لها حاجه لازمه في الوقت تاعنا هذا ونستعملوها تري بيان يلا معليش نخليوه في كلمه ختاميه نورتنا بحضورك عماد والله يعطيكم الصحه انتوما وكثر خيركم انتوما وقلت لك ونعاودها لك تعيطوا لنا نجيوكم وبلا مزيتنا يعيشك سيرتو قناه الشروق نحييهم بزاف بزاف كلمه ختاميه نحيي والديا بالمناسبه راهم يشوفوا فيا خاوتي كامل لا فامي باشا نحيي نسابي لا فامي بودواوي لا فامي بودوالي لا فامي سعد الله ناس كي كدا عزابه راهم في الغربه ما بقاش نشوف ما بقاش قد اللي فات كيما نقولوا احنا ان شاء الله الرئيس تاعنا والسلطات تاعنا ان شاء الله تحللنا باش نشوفوا ولادنا ان شاء الله وربي يخليكم وميرسي بوكو تحيه خاصه للناس سطيف ناس صالح بي مسقط الراس بوزيد خويا ابو غنوفه اللي راهو متواجد راهو في ليكوليس قاعد من هي وميرسي بوكو يعطيك شكرا 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 ربي يخليك ياسر تخلي لكم ياسر ونشكرك ياسر اليوم نورت بيك وشرف لي اني معاك في التقديم وانتم مشاهدينا الكرام ونقول لكم نتلاقاو غدوه نفس التوقيت مع مينا وكريم قوالح